وينضم إلينا من أربيل الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى للحديث عن الحملة الإغاثية الأخيرة في مخيم هرشم شرقي أربيل. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله، حياكم الله سيدي الكريم. يا مرحبا يا مرحبا. بداية، هل من تفاصيل حول الحملة الأخيرة للنازحين في مخيم هرشم شرقي أربيل؟ هذه الحملة جاءت مع أول حلول فصل الشتاء، والمعلوم على فصل الشتاء في العراق بارد وشديد البرودة، معه تعاني العائلة المرمية في المناطق المفتوحة في الأراضي المفتوحة، تعاني المشاكل الكثيرة وتعاني كذلك قساوة الظروف، وتتضاعف كذلك مآسيها وتتضاعف مشكلاتها في المخيمات. تقدر منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية وكذلك هيئة علماء المسلمين هذه الاحتياجات التي تطرأ مع أول حلول فصل الشتاء في العراق، ولذلك سلسلة الحملات التي قدمتها منظمة أم القرى بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، وقدمت سلسلة من الحملات نتيجة للظروف الطارئة مع أول حلول فصل الشتاء، قدمت في الصقلاوية وفي القرم وفي بغداد ومناطق أخرى من في محافظات العراق لكي تعين النازحين على تجاوز بعض الاحتياجات وتلبية بعض الاحتياجات خلال هذا الموسم. وشملت هذه الحملة 500 عائلة، تم تقديم 500 من حمالية في هذا المخيم، وكذلك بعض العائلات النازحة التي نعرف احتياجها الشديد لكثير من الاحتياجات في الشتاء، ولذلك تم تقديم هذه الحملة لهذا المخيم. نعم، في مخيم هرشم شرق أربيل. لا شك من خلال متابعتكم دكتور ناصر، لا شك أن انتشار فيروس كورونا وهذا الوباء في عموم العراق زاد من وضع العراقيين سوءا، ولا سيما أوضاع النازحين. كيف أثر انتشار الوباء في أوضاع النازحين بصفة عامة؟ انتشار وباء كورونا مشكلة طارئة، ويعني كذلك أثر تأثيرا كبيرا بشكل كبير على أوضاع النازحين. حقيقة ضعف من نكباتهم ومآسيهم في النزوح. هم كانوا يعانون من قلة وصول المواد الغذائية ووصول الأمور الإغاثية التي يحتاجونها من المستلزمات الطبية، من المأكل، من المشرب، وكذلك من الوقود وغيرها. جاءت أزمة كورونا وهذا الوباء وانتشاره أثر تأثير كبير على مناطق النزوح في المنازل يعني اللي يستأجرها النازحين في مناطق النزوح والتهجير، لكنها في المخيمات تكون أشد. في هذه الأزمة مع انتشار وباء كورونا قل الجهد الإغاثي المقدم من قبل المنظمات الإنسانية، في بعض الفترات انقطع بشكل كامل، لم يصل إلى يعني إلى النازحين في المخيمات، لم يصل الغذاء والدواء والاحتياجات الأخرى خلال هذه الفترة لفترة طويلة. نعم، لأن الحقيقة المنظمات تخشى يعني على كوادرها وتخشى كذلك من انتشار الوباء، ولذلك يعني تفاقمت الأوضاع النازحين في المخيمات للأمر الطارئ الذي طرأ على انتشار وباء كورونا في معظم البلدان. اليوم على أبواب الشتاء، ما المطلوب من الجمعيات والعاملين في ميدان المساعدة بشكل عام من أجل عدم تكرار ما حصل في المرات الماضية في فصول الشتاء الماضية؟ حقيقة يعني مآسي النزوح متكررة، مآسي النزوح يعني مع كل شتاء هي متكررة للأسف الشديد، وهذا التقصير يعني يعود للجهات المسؤولة عن تلبية احتياجات النازحين. نعم، هنالك جهات مسؤولة عن تلبية احتياجات النازحين في الظروف الطارئة التي تطرأ على البلد من النزاعات العسكرية والنزاعات الطائفية وغيرها، ولذلك يعني هنالك جهات محددة ومسؤولة عن السؤال عن احتياجات النازحين. النازح الذي انتقل من منطقة إلى منطقة وهو لا يملك شيء، لا يملك عائد مالي، لا يملك أي شيء، هنالك احتياجات يعني متكررة للعائلة، هنالك طلبة مدارس، هنالك المرضى بالأمراض المزمنة. حقيقة هذه الجهات لم تقدم لهم أي شيء،
في مناطق النزوح ومناطق التهجير لم تقدم لهم بدلات الإيجار التي يستنزفون بها منذ أكثر من 7 سنوات. نعم. كذلك في مخيمات النزوح تأتي الوجبة الغذائية التي هي وجبة بسيطة جدا لا تكفي لبضعة أيام. نعم. وتعطى هذه الوجبة للعائلة النازحة لكي تبقى معه إلى المدة شهر ونصف، وهي لا تفي لاحتياجات العائلة الأسرة الكريمة لبضعة أيام. نعم، أشكرك دكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من أربيل.